السلام عليكم المتتبعين والمشتركين في قناة عسكري حر. بغيت غير نقول لكم بلي الابدية ديال عسكري حر ما بقاش طلب لايف ولا شي فيديو، ماشي حيت هو اللي بغى يبعد عليكم، ولكن راه في السجن بسبب الجمعوي اللي درف براك الفيديو قديم ديال الابدية ديالي. والموضوع ديال هذا الفيديو هذا كان فقط كيدر غير على القضيه ديال الرجل ديالو، وكان في واحد الحاله هستيريه، وهذا الجمعوي هذا راه لقاه فرصه باش يحيدو من قد اتفق مع واحد الجمعويه وعطاها سيده في هذا الفيديو هذا ودفعوه للقضاء. ودابا راه الاب ديالي تحكم بخمس شهور، الله ياخذ فيهم الحق بسبب هذا الظلم ديالهم، حيت الاب ديالي راه كان الوحيد المعين ديال الاسره ديالنا. وحشوم على الجمعاوي ما راعش الوقفه اللي وقف معاه الاب ديالي واي حاجه كان كيديرها على قبله. اين اخويا خزان؟ اجي حدايا راك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في قناه ولاديه بركان، لكترحب بكم كبيرا وصغيرا اينما كنتم داخل الوطن او خارج الوطن. في هذا الفيديو ديال اليوم بغيت نتكلم على قضيه والمسلسل الطويل نتاع يوسف صعصع، يوسف الكسول، يوسف دبابة اليوتيوب، يوسف الحجار، يوسف النصاب الشفار، يوسف الغدار الخداع. قبل ما ندخل في التفاصيل بقوا معايا ابخي للجنجل. خوتي وحبابي السلام عليكم مرة أخرى، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كما شفتوا هاد الكسول هذا، هاد حكار النساء ما بغاش ينعل الشيطان وما بغاش يتقله في نفسه، وزايد وزايد غير في الكفوسات. بعد ما شتت العائلات، بعد ما شتت الأطفال وبعد الأطفال على وليداتهم، زايد في هاد الخدمة ديالو وكيضحك بوجه أحمر، وكان بعض اليوتيوبرات لما واقفين معاه وكيأيدوه على هذا العمل الشيطاني، على هذا العمل المكفس بحالو بحالهم، كيتعاونوا معاه وكينوضوا في القنوات كيضربوا فيهم بالسبان والكلام الطايح، العاهرات الفاسدات القاء الى غير ذلك. فانا قبل ما ندخل في بعض الاوديوهات اللي غادي نوري لكم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، غادي نبدي لكم بقضيه البنت القصير اللي كانت معه في السيارة. هو واحد اليوتيوبر، واحد الشمكار بحاله، واحد البنت كتقول لهم عندكم يشوفوني والدية. بالله عليك بالله عليك، واش ما تحشمش دير هاد الأفعال؟ انت اللي كتخرج وكترفع صدرك وكتخرج عينك باش تخلع الشعب وتصحاب زعما الشعب غادي يتخلع، حنا ما كنتخلعوش، حنا ولدنا والدينا في 9 شهور ما كندخلعوش بأوساخ، ما كندخلعوش بالبعوضات. انت اللي دخلت في هذا العالم ديال السوشيال ميديا ودخلتك شويه الفلوس وتخلعت، لان الواحد ما يكون مزر في ساعه كيتخلع. قال لك شبعان ما عند الله وجيعان ما عند راسه، فهم يا الفاهم. فهذا الانسان هذا كما شتوه وربي فضحو، الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فضحو في اللايف ديالو وهاد البنت كتكلم بهذا الاسلوب. بالله عليك ما حشمت، ما عرقت، ما قلت عندك بنياتك، ما قلت عندك خواتاتك، ما قلت انايا جمعاوي زعما راني داير بانني كندافع على الاطفال، على الامهات، على الوطن، على حسب ما كتقول نتايا. ما حنا ما نتكلوش عليك لا نتايا لا الناس بحالك، حنا ملي كنبغيو ندافعو كاين القانون وكاين المحاميين اللي عندهم قراءة في هاد المواضيع وعارفين وشنو يقولوا في هاد المواضيع. اما نتايا كسول متعرفش تكتب تسميتك، انت سميتك متعرفش تقولها اون فراز كوريكت اون اغاب او اون فرونسي، متعرفش تقولها، كيفاش غادي تدافع بالقانون؟ كيفاش غتخرج منها لي زارتيكل نتاع لو كود بينال في المثال وتقولنا نو القانون كذا وكذا وكذا يقول كذا وكذا وكذا، دونك خصكم تقولوا وتردوا كذا وكذا على المتهم او المتهمه الى غير ذلك، وانت ما تعرفش تقرا حتى ان فراس كوغيتون فرونسي ني اون اغاب. ونعطيك واحد الدليل، الابوات، كنقولوش الابوات، الاباء والامهات،
اسمع هذا البركاني، واخا ما عنديش نيفو كبير في القراءة، عندنا غير الباك والحمد لله، كنقريك بالله عليك. واش ما حشمتش، واش ما حشمتش تعدي على بنت قاصر؟ بالله عليك ما حشمتش تقول بان هذوك البنات ديالك اللي هما بنيات صغار مازال ما عرفوش شنو هي الدنيا، ولكن غادي يجي واحد النهار غادي يعرفوا شكون هو الاب ديالهم. وانا نقولها لك ونعاود نقولها لك، ما داش يحصل لهم الشرف يكون عندهم واحد الميكروب بحالك، لانهم دوك البنيات ديالك راهم بحال بناتي، بحال اي بنت من بنت الشعب، ما نبغي لهمش الضرر، الله يشافيهم الله يعافيهم. ولكن لو كان فيك الدم وكان فيك الحماس وعارف شنو هما الاطفال، لو كان قاعد مع بناتك، كون قاعد مع بناتك 5 شهور ولا 6 شهور وانت مهاجرهم وقاعد متبع المحاكم، متبع الشكايات، متبع السبان المعيور، تخلط راسك مع النساء، تخلط راسك في المشاكل، والله يستر ويحفظ السلامة. وهذا الشيء كامل الغرض منه فلوس الادسنس وفلوس السوبر شات. كي بغيت هاد البنيات ديالك اصلا غادي يجي واحد النهار ويرضاو عليك ويقولوا بانا تا شكر لصالنا، ما غاديش يقولوها، غادي يقولوا بانا جفاف في رجلينا. والحاجة التانية باش تعرف راسك باللي ما فيكش شيام ديال الرجال، وجامي تكون راجل، جامي تكون راجل، هذا نعطيها لك انايا نسنيها لك ونكاليزيها لك مباشرة من باريس، جامي تكون راجل. والدليل انها المرأة ديالك باهي جات حياتي لها من هذا المنبر، ما بينها وبينها غير الخير، وهي الا بغينا الا تكلمنا حنا في هذه المواضيع وتكلمنا عليك وسبيناك كاع، اصلا الا بغينا نسبوك هي راه عارفه علاش، لان هي عارفاك لانك متعدي، تعديت حدود الله، تعديت القانون، حقرت الامهات، حقرت النساء. والدليل انك كتجمع مع النساء وكتوكلهم التمر وكتعوم معاهم في لابيسين، وهي كتشوف كيف بغات هاد المرأة ترضى عليك. بالله عليك، حتى انه هاد المرأة هادي معطيها هنا شابو اونور، شابو ذهبي، حتى انها جات عليك من الظهر ديالها، لان شوهتها، شوهت الاسم ديالها بهيجة، شوهت دوك الابناء ديالها، وكتزيد تشوههم ملي كتوريهم في اليوتيوب، لان الناس كيتبعوا اليوتيوب والناس قدامين يشوفوهم غير في الزنقة، هذوك اللي باهم ساعي. ايوا ما غاديش يقول هذوك باهم ايمان بالجامع الكبير، هذوك هو اللي باهم كيعطي الخطاب، هذوك هو اللي باهم حاج وكيدير الخير وكيتعاون مع المحسنين وكيحترم المرأة المغربية، لا غادي يقولوا هادوك اللي باهم كان شمكار، كان حقار، كان يضرب المهمات، كان ينصب على المهمات، كان ياكل فلوس المساكين، كان ياكل فلوس الفقراء، كان ياكل فلوس الشيوخ، كان ياكل فلوس الامهات، كان ياكل فلوس المرضى، كان ياكل فلوس انت المحسنين. هذا الشيء اللي غادي يقولوا فيك الناس، وهذا الشيء غادي يكبر في العقل ديال الابناء ديالك. وزدت هذا الشيء كامل من هاد طاجين كامل، زدت واحد ديسال اخر، انك وليت تعدى على البنات القصيرات. وانا نقول لك واحد الحاجه كما قلت لك في الفيديوهات القدام، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق اجلا او عاجلا، الله ياخذ فيك الحق، لان المربي مع عند ربي، واللي كانوا كان خصهم يربيوك يزون با بري لو طون، ما داوش واحد الوقت من الوقت ديالهم باش يربيوك.
الهواء مع التكسال ومع حك الدهورة ديال عباد الله، ما تحيا الأم ديالك هذيك ما نسألوها غير خير، ولكن الواقع هو هذا، أحب من أحب وكره من كاره. فعواد ما تربيك طريق الصواب، طريق حب الوطن، حب المرأة المغربية، حب الشعب المغربي، رباطك وسمحت أصلا في التربية ديالك، وخلاتك تعارك مع لاليتك ومع سيادك. هذوك الناس غادي نهضر على الأخ كمال فلوغيو، تحياتي من هذا المنبر، الرجولة ونعم الرجولة، الله يحفظه الله ينوره. هذا الإنسان هذاك خلوق طيب، عنده الإحساس، عنده القلب، عنده النية الخالصة، والدليل في القناة ديالو، كل شيء ديالو غيها، الله يزيد له. أما أنت قناة مليونية، والمشاهدة زيرورية، زيرو قناة مليونية والمشاهدة زيرورية، زيرو. وهذا كيوضح واحد القضية أخرى، بأن هذوك المشاركين اللي كتقول أنت عندك المليون، هذوك أصلا النص تاعهم مشري في المواقع. حنا هادشي كنعرفوه، أنه سي بوسيبل تشري لي زابوني في اليوتيوب، هادشي كنعرفوه. وأي واحد ما تيقول لك لا، كاين الدلائل، والدليل الكبير أنه هاد القناة ديالك اللي أون شوت ليبر، طايحة على راسها ومقلوب على راسها. شوف غي المشاهدة، وقارن راسك بواحد القناة مثلا لا نعطيك الاسم ديالها، ولا هي قناة فري ومليونية، كتحط الفيديو اليوم ما يكملش عليه 3 سوايع 4 يوصل لمليون مشاهدة. سبيل المثال الأخت المحترمة أسماء بيوتي، الله يزيد لها، هذه قناة صافية نقية وعندها متتبعين محترمين. أما أنت صاحب التعارك الدابز، ما خليت بغيت دير البوز باللي كاين، بغيت دير البوز ما نعرف مين، بغيت تخرج البوز، يا الله يا الله يا الله يا الله، كتجيب 300 كا وفره المليون، 300 حتى المليون، كاين 700 ألف مشاهدة أخرى، في الراي ما كايناش. هنا كيبين بان ان القناه ديالك مغشوشه، وهنا يبين بانه الناس اللي كانوا متبعينك وكانت فيهم النيه يا حسره كانوا غالطين فيك، ومابقاش يتبعوك، عرفوك باللي حقار نصاب شمكار، كتلعب مع الناس، كتلعب بالسنتيمون بالاحاسيس نتاع الناس. بعد ما كملت من القضيه نتاع هاد البنت القصيره، ونتمنى انه القانون، نتمنى انه القانون يتابعك على هاد القضيه هادي، نتمنى انه القانون يتابعك على هاد القضيه ديال البنت القصير، وانهم يديروا لونكيت ويجبدوك مزيان وكل ودينات انت دوك الشمكه اللي كان معاك، وتقروا بالعجينه اللي في كرشكو، لان هادشي ما نقدوش نسمحوا فيه، هذا راه منكر، راه منكر. حنا ديجا كندافعوا على الزينة، اما كدير الزينة مع قاصر، فهنا انا شخصيا ما نسمح لكش. ايوي القضية الثانية اللي ندخل فيها في هذا الفيديو ديال اليوم، وهي قضية توتو. هذيك المرأة دارت فيك الخير، وقفاتك وكلاتك شرباتك ونط، كتسبها وكتهدد الولد ديالها، حتى انه بسيكولوجيك ما بقاش مزيان، ماشي حشومة عليك، ماشي عيب عليك، واش ما كتفكرش، وكي كيجيك النعاس من تحت راسك على الوسادة. انا بغيت نعرف انا غير هاد الجواب، كيجيك النعاس من تحت راسك على الوسادة، حنا ما كنديرو والو، ما كنديرو والو، يونا دو مال دورمير، ملي كنمشيو نعسو كيجيناش النعاس.
ما بالك لو كنت نكون انا شخصيا اعوذ بالله من قولي انا كنت كندير هاد الاعمال اللي كدير نتايا، راه ما ماشي غادي نعس ليله، راه واقيلا سيمانه ما غاديش نعس ولا نعس من الكاشيات. والقضيه المهمه والمهمه اللي نتكلم عليها في هذا الفيديو هي اليوتيوبر اللي دافع عليك، اليوتيوبر اللي ضحى عليك، اليوتيوبر اللي ادى عليك الهضره السبان والضرب في الاعراض وفي العائله ديالو، اليوتيوبر اللي سبوه شميت بحالك وما يعوج وما يعرج الا البلاء المسلط. يمكن هذه الجمله غتقول لك على من كنتكلم والمده اللي كنتكلم عليها. بغيت نقول لك هذاك اليوتيوبر اللي الوحيد انا نقولها ونعفص من نقول اللي الوحيد اللي ادى عليك القيامه والحرب مع القنوات، باش نكونوا غير واقعيين. انا هذيك المده كنت كندافع عليك ولكن بعيدا، انا في باري ومدافع من كناس الحبس ترشا. هذاك الانسان مهما انه مريض الله يشافيه الله يعافيه، مهما انه ماديا الله غالب وكان يدي الترونسبور ويمشي مع الناس من كازابلانكا حتى المكناس باش يوقف معك، ونهار خرجت جاب لك كبش العائلة ديالك، ويمكن ما جابت لكش كبش، يمكن كنقول يمكن بين قوسين. واي يوتيوبر اي يوتيوبر ما جاب لكش حتى خربوش حتى دجاجة. وهذاك انسان مسكين مهما انه الحالة ضعيفة، حنا كاع ضعفاء عند الله سبحانه وتعالى، الا انت، انت اللي راك باغي تطير وحاسب راسك شاد السما بيديها شاد السما بيديك، الا انت. وخرجت هاد الاسبوع وفبركت واحد الفيديو كما العاده، التزوير التزوير، انت مزور وانت مزور يا ولد الناس، انت مزور. والدليل قلت بفمك انت، عقلت نهار قلت بانك زورت شهاده طبيه باش تغرق القناه والمراه الحديديه، عقلت لما عقلتش زينب بنت الشعب الله يشافيها الله يعافيها، انت بفمك قلت لك زورت. دونك انا ما عليا الا البلاغ، انت قلتها وانا عاودت لها وما دير شكاية واحد الشكاية، راه بركان كبير والمحاكم المحكمة راه تما، راح دير شكاية بصح بين لهم بلي انك ما قلتش بلي راك زورت. وديك الساعة القانون ديال المجرى ديالو، وخرجت وزورت واحد اللايف اللي دارو هو واللي قال فيه غير كلمات الحق، ما قال فيه حتى شي حاجة اللي ما كايناش او دخلها من راسو او خرجها من راسو او حلمها وقالها كما حلمت نتايا اللي كتقول الناس للعالم انك حلمت برسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا حاشا ولله، حاشا ولله انت تحلم بخير البشرية وخير الخلق، حاشا ولله. كيحلموا به العقلاء العلماء اللي هما ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، ماشي واحد شفار نصاب حجار زاني قتال يحجر على الميمات. دابا ولا واحد دوسي اخر يتعدى على القصيرات ويتعدى على العائلات وعلى الاطفال ويحرض ويزور ويعطي الفلوس لعباد الله باش يتعداو على عباد الله، ماشي انت اللي تشوف الرسول. حاشا ولله واحد مسخ بحالك واحد الكارثه يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم خير البشريه وخير الخلق صلى الله عليه وسلم. وغيرت الكلمات نتاع واحد اللايف اللي هو قال بانه شافك، شافك امامه كما كنشوف انا هاد الكاس، شافك انت كضرب
الزوجة ديالك. شافك تضرب الزوجة ديالك. إلو أو لو بروبليم؟ فين هي لا مشكليزاسيون؟ فين هو المشكل؟ باش نفكرك واحد الكلمة نشرحها لك. لا مشكليزاسيون هي غير مشكل وانا جبتها فرنسية. مشكل مشكليزاسيون. فين هو المشكل؟ قال بأنه شافك، يعني شهد بواحد الشهادة، شهادته راه عند الله، بأنه شافك كضرب المرأة ديالك. إيلو أولو بخوبلم وشنو قال؟ قال شي عيب. أنت زين بين ضربتها، محمد برطال من ضربته، ومشيت شريت الناس باش شهدوا بأنك ما ضربتهمش. ما هو شهادة الله، وانا عارف وخرها في الحبس بما انه شهد كلمة الحق، فهذاك الحبس ان شاء الله يكون بردا وسلاما عليه ان شاء الله. انا كندافع عليه وخا هو ضرب لي القناة ديالي، ضرب لي القناة ديالي، راكو عاقلين على هذه القضية هذه. قال لكم واحد البركاني وخا هو الله يعمرها سلعة وظريف وكل شيء، ولكن ضربت له القناة لأن ماشي أنا غادي نتعذب وهو يجي يدير فيديوهات، ولكن ماشي مشكل كلشي يخلصوا له. أنا كندافع غير على قضية أنه كيظلم، وأنه هذا الإنسان هذا أبوكم صحصح الذي علمكم السحر حرام فيه الخير والدليل، وماشي غير هذا الدليل، شافوا الوجدي اللي وكلوا شربوا لبسوا سكنوا سكنوا. حنا كنعرفوا الناس السكن في اوروبا راه التاليه 700 من 100 اورو لابارتمون، وخرج وسبوا سبلو الزوجه ديالو، ما خلا فيها سنادر الحمار، ما خلا فيها سنادر كده، ما خلا فيها السبان، ما خلا مرايا اللي كان صديق ديالو جوكر، هادو كاملين كان الملح ديالهم. وهو راه معروف ياكل الغله ويسب في المله، وراه بفمه قالها هذا الكلام. انا ملي كنقول شي حاجه كنقول ديما بالدليل، راه بفمه قالها في اللايف، قال لكم نتوما يا صحاب سيدي عدي نهار بغيتكم جبتكم عندي بحال النحل، ونهار ساليت منكم سوسيتكم. هذا الشيء راكم عارفينه نتوما. فاللي عنده النف غادي يفيق، واللي بغى يبقى ديما عينيه مغمضين ويبقى عايش في الظلام هذاك شي شغله. فما حشمتش تبدل الفيديو وتعطيه للجمعية على حسب ما تقول البنت ديالو، وما راعدش العائلة مسكينة، الأم ديالو مريضة، الزوجة ديالو والأطفال ديالو، ما راعيت لهمش. وكما سمعتو البنت ديالو كتقول لكم بانه كان الوحيد اللي كان زعما قادر وكابابل يجيب لهم لقمه العيش، ومشيت ترافيكيت وزورت داك التلامس ديالك ودخلت للحبس. بالله عليك، بالله عليك، واش من قبر غادي يدخلك؟ واش من قبر غادي يقبر يقبل عليك؟ واش من قبر غادي يقبل عليك نهار تموت؟ ويعلم الله واش من الموت غادي تموتها، يعلم الله بهذا الطغيان وهذا البهتان وهذا الكذوب وهذا النصب وهذا الاحتيال وهذا الزنا، يعلم الله واش من ارض واش من حفره واش من قبر غادي يرضى عليك. انا بقات في هذا البنت ديالو، والله الا بقات فيه، بقات فيها مسكينة، لأن علاش الأب ديالهم كيتضارب مع الزمان وخيرو تاني سابق فيك، راه غير اللي بغا ينكر الخير، واللي ينكر الخير راه غير ولد الحرام، اللي ينكر الخير راه غير ولد الحرام بحالك. حنا الإنسان شتا كنا غير في الزنقة، كنت غير واقف قالك أخويا واش خصك شي حاجة، غير سولك مرة أخرى من تشوفو السلام أخويا لاباس عليك مزيان وتقدرو، كتقول آه هذا غير شافني واقف وجا عندي وسولني وشنو كاين
يعني احترام. ما داك السيد جاب الكبش وما ادراك ما الكبش، وما رحمتوش وما عقلتش عليه، ويخرجوا دوك الكلاب ديالك دوك البغال، دوك اجسام البغال وعقول العصافير، ويقولوا لك يوسف وقف لكم هنا، بالله عليكم بالله عليكم. هذا يوسف واش مدير؟ خرجنا الدواء ديال كورونا، طلع لناسا صلح لنا شي صاروخ، خرج لنا شي حاجه اللي هي واو العالم غادي يحل فيها فمه. وشنو دار؟ خرج شي فلوس لشي عائلات وخرجهم بالمأزق؟ لا بالعكس بالعكس، دا الفلوس ديال الناس كانوا في المأزق، كاسو ما يعرفش يقرا دونك ما غاديش يقدر يطلع لنا نازا. يخرج ندوه ديال كورونا كسول ما قاريش، دونك ما دات حتى شي حاجه اللي غادي نغيرو به وغادي يوقف لنا هنا. بالعكس لو كان كان شي حاجه اللي زينه كيما نهار لو ممكن ندافع عليه، انا صحاب لي فريمون داك السيد راه كيمشي للجيبه والاطلس وهادي 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 وكيعاون وكندافع عليه. ولكن نهار فقت وعقت وعرفت بلي الانسان الكلام اللي كيقول كامل ما به والو، خرجت والحمد لله الحمد لله، لان الرجل والمسلم هو اللي كيشوف واحد الحاجه ماشي مزيانه وكيخرج يدافع عليها. قالك وان لم تستطع فبلسانك ولم تستطع فبيدك ذلك اضعف الايمان. حنا هكا كاين ربي، ماشي نشوف انا في الظلم نشوف واحد سيدي خونا عباد الله ينسب على عباد الله، سامح في بناته سامح في مرته ويمشي عند يتعنق مع النساء ويسب في النساء ويسب في الرجال ويسب في عيال الرجال، ونخرج انايا فلان غادي نبارطاجيك وضرب لي فلانه وضرب لي فلان وضرب لي فلانه وضرب لي فلان، وروح شوف ديك شوف ديك المراه شنو كدير، وروح انت كدير في كولومبو. انا كيما قلت لك وانا غير كنت قاري وعندك النيفو طالع نقولوا حنا انا حاقدين عليك وصاي، ونرد العيب في راسي المصاحه حامضه ونسكت. ولكن نو تا النيفو تحت الزيرو مكلاصي، وبغيت وبغاو هاد الناس نقولوا يحيى صح صح كلنا صح صح، وغيب هاد الفم ديالي اللي ما تسمعوهاش، حيت انايا كتشلاش وما كنتباعش، حيت انا راجل والفلوس دوك الشماتة يقلبوا عليهم 50 درهم 100 درهم، انا اللي كنجيب الفلوس ماشي الفلوس اللي كتجيبني. كنت بارطاجاش انايا، انايا ماشي دوك الناس غادي نبارطاجيك ونوض سبلي في ديك المراه وفي هذاك السيد باش يرضى عليك صح صح. فهاد الانسان هذا كما دخلتو للحبس وعذبت الام ديالو اللي هي مريضه والابناء ديالو والزوجه ديالو، فانا نقولها لك من هذا المنبر من مدينه باريس، الله يعطيك الحبس اللي ما رباكش، الله يعطيك الحبس اللي ما رباكش، وهاد المره ان شاء الله بواحد العامين ولا 3 سنين يمكن تخرج مربي. خوتي خواتاتي هاد الفيديو كثرت فيه بزاف، ولكن بزاف ما درتش فيديوهات على هاد المسلوخ على هاد صعصع النصاب، وبغيت نقول هذاك الشيء اللي كان في قلبي قلته هنايا الكاميرا ديالي، وغادي نطلقوا في عالم اليوتيوب. ما تنساوش اللي عجبو هذا الفيديو يدير لايك يبارطاجيه الا بغى يبارطاجيه، بغى يدير لايك مرحبا وشكرا، ما بغاش يدير لايك ماشي مشكل، ما عندها حتى شي مشكليزاسيون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
إلى فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.